هذا خلف السور. هذه محلات كلها تجارية. تقريبا 8 دكان أو 10 دكاكين. انتهت بالمعدومة. هذا الشق الآن الثاني محل مواد غذائية. التمور، الزبيب، الصافي، البن، القشر، الشاي، محلات عادية. هذا المنطقة بالكامل، وبعدين ملان بالسكان، لأن ما في المدينة السوق إلا هذا هو الأساس. ما يمس الحياة بصراحة، يعني استهدف كل شيء، لم يستثني شيء، استهدف منشآت الدولة المدنية الرسمية الحكومية الخاصة. كل تلاحظوا الآن هنا مبنى البنك التسليف، هنا مبنى البريد، هنا المجمع الحكومي، استهدف المسعفين، استهدف وحدات صحية، مراكز صحية. Saada governorate has been the most heavily bombed governorate in the whole of Yemen over the course of the war. 23%, so nearly a quarter of all air raids have happened in Saada. Been over 700 air raids on residential areas in Saada, but the most intensive bombing happened certainly in the first year of the war. There's been a high rate of not just hospital but of the air raids, 8 of those air raids on hospitals have happened in Saada, but also on markets, over 70 air raids on markets in Saada. In fact, it's the only hospital in a wide and remote area, so we serve an estimated population of around 180,000 inhabitants. But then it's not just a matter of distance, it's more a matter of roads and security, because we perfectly know that a lot of time also the civilian cars are targeted by the shelling and the airstrikes. So, of course, traveling, it means to take a lot of risk related to the war. كان أصوات يعني تسمع أخوتك ينازع الموت ولا به من أحد مني يعني يجي ينقذنا ويخرجنا من تحت الأنقاض. ما أخرجوهم إلا تقريبا بعد 3 ساعات أو 4 ساعات من قوة الضرب، من شدة الضرب. كل ما جاءوا الناس أن ينقذونا والطيران يضرب، الطيران يضرب. ومات واحد من المنقذين هم ينقذونا. كانت أصوات مرعبة، يعني الله لا ناس صالون حلاقة. هذاك الصالون هذاك حقنا، أخوتي يشتغلوا فيه وأنا كنت أدرس جامعة. وما معنى إلا هذا الصالون، صالون حلاقة، وهذا بيت مدني ولا نتدخل بأي حزب ولا إحنا مع أي حزب. إحنا مدنيين متعايشين بعد حالنا. تخيلي انقل لي 3 سنوات ما امشي الا هذا اليوم معكم احنا. اني خلاص ما يعني ما اذا مشيت منا امراض اسبوع. والله ان انا كنت ناوي يعني ادرس اواصل دراستي واكمل الجامعه واتخرج انا اتوظف في شركه، والان ضربت الجامعات وضربت البنيات التحتيه اصبحنا نشتغل في صالون الاعلام. والله هذا يعني ما شغل من أجل لقمة العيش والستر بين الناس.